تحية طيبة، سعيد بطبيعة الحال أن أكون حاضرا معكم في تقديم هذا التقرير نتيجة الظروف الصحية العالمية والتي يعانيها الجميع. اقتضت الضرورة أن يتم تقديم هذا التقرير. تطورات مقلقة تسجل على مستوى الواقع البيئي وكذلك الواقع المآثر التاريخية للمدينة. تقرير 2019 حقا يسير بنفس النفس ديال السنوات المصارمه، لان الحصيله النهائيه تظل دون الانتظارات المطلوبه، وهذا راجع بالاساس الى حجم الخصائص التي تراكم على مستوى المدينه لسنوات طويله. كذلك التقرير ديال السنه فحاول يسلط الضوء على ملف اساسي اللي عرفته طنجه خلال سنه 2019، وملف حدائق المندوبيه اللي حقيقه يمكن نقولوا انه ملف كيجمع ما بين عده محاور اساسيه يشتغل عليها المرصد، لا من الجانب البيئي ولا الجانب ديال المآثر التاريخيه ولا غيرها، اللي حقيقه بان بان المستوى ديال الوعي ومستوى اليقظه الشعبيه هي من مستوى عالي وكتزداد تنمى يوم عن اخر، وهذا معطى ايجابي في ديال وضع عام متسم بتنامي الحجم ديال الحجم ديال الخصائص وكذلك حجم ديال التدهور ديال المجال البيئي، خاصة أن أغلب السياسات العمومية اليوم الضحية الأساسية ديالها هو المجال البيئي. بالتالي لحظة مثل لحظة ديال الحدائق المندوبية مؤشر إيجابي على أن على مستوى ديال التدافع، مستوى ديال الرغبة في توفير حياة كريمة بشروط بيئية سليمة، تؤدي إلى إحساس المواطنين بالأهمية ديالو أن كل السياسات التي مفترض أن تساق وكذلك تدبر على مستوى الواقع يجب أن يكون فيها عنصر ديال الإنسان وشروط ديال الحياة الكريمة بأبعادها المختلفة حاضرة، كذلك حاضرة وتحترم شروط ديال الاستدامة من خلال عناصرها المتعددة. التقرير كذلك يقف عند مؤشر الحكمة لدى أهم المؤسسات المعنية برسم وتنفيذ السياسات البيئية، وكذلك يسلط الضوء على تمثلات مواطنات ومواطنين اليوم، وهذه يمكن وثيقة مرجعية اللي يمكن نستندوا عليها صندوق القرار لمعرفة صورتهم لدى الرأي العام. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.